أحداث وحقائق وآخر مستجدات عالم بوليوود، إليكم العناوين. تصريح صادم لنجمة بوليوود كانغان رانوت تفضح كل من عليا بهات وديبيكا بادوكون وكاترينا كيف. بماذا صرحت كانغان رانوت وما سبب هذا التصريح؟ فارون دافان وكريتي سانون كما لم تشاهدهما من قبل، خبر يفاجئ الجمهور، تعرفوا على التفاصيل. نجمة بوليوود كارينا كابور تضع مولودها الثاني، ما هو جنس الجنين وكيف استقبل الجمهور هذا الخبر؟ شقيقة نجمة بوليوود كاترينا كيف تعلن خبرا مفاجئا وتتعرض لهجوم كبير من طرف الجمهور، ما سبب هذا الهجوم وما علاقة كاترينا كيف بهذا الخبر؟ وقبل عرض التفاصيل لا تنسوا دعمي بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركوني بآرائكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات لأخذها بعين الاعتبار في الفيديوهات المقبلة، وإليكم التفاصيل. لقد قام النجمين فارون دافان وكريتي سانون بنشر مقطع دعائي لفيلمهما القادم بعنوان بهديا، فهذا الفيلم ذو طابع كوميدي مرعب وسيتم عرضه بتاريخ 14 من أبريل من عام 2022، إذ يظهر في المقطع فارون دافان يتحول إلى ذئب، بينما شخصية كريتي سانون في الفيلم ظلت غامضة ولم يتم الكشف عنها بعد. كما انهالت عليهما كمية كبيرة من التعليقات، عبر من خلالها الجمهور عن حماسهم وتشوقهم لمشاهدة هذا الفيلم الذي سيكون أول فيلم مرعب لنجم بوليوود فارون دافان. لقد صرح الوزير السابق لولاية ماديا براديش بتصريح صادم يهاجم نجمة بوليوود كانغان رانوت، إذ وصفها بالرخيصة ولا ترقى لمستوى الفن. لكن نجمة بوليوود كانغان رانوت لم تمر مرور الكرام على هذا الوصف، وإنما خرجت بتصريح كرد صادم على ما سبق. لكن هذا التصريح قصدت به مجموعة من نجوم بوليوود من بينهم عليا بهات وديبيكا بادوكون وكاترينا كيف، إذ علقت قائلة: أيا كان هذا الأحمق فهو يعرف أنني لست ديبيكا أو كاترينا أو عليا، فأنا الوحيدة التي رفضت أرقاما خيالية ورفضت العمل في أفلام البطولة مع عائلة خان وكومار الذين جعلوا الكل ضدي. أنا امرأة رجبوت، فأنا لا أهتز بل أكسر العظام ولا أبالي. وقد كان لهذا التصريح وقعا قويا على الجمهور، مما دفع الجميع إلى التساؤل عن سبب هذا التصريح وماذا تقصد به. هل هؤلاء النجوم الذين ذكرتهم كانغان في تصريحها تنازلوا عن كرامتهم من أجل الشهرة والوصول إلى النجومية؟ وأنتم ما رأيكم في هذا التصريح؟ شاركوني برأيكم في خانة التعليقات. فبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الزوجين كارينا كابور وسيف علي خان حول جنس الجنين وموعد ولادته، فقد تصدر اسم كارينا كابور عناوين الصحف الهندية بعدما انتشر خبر ولادتها لطفلها الثاني يوم الأحد 21 من فبراير. تم إدخال كارينا إلى المستشفى في براش كاندي في مومباي بعد شعورها بألم المخاض. وبحسب تصريحات صحيفة تايمز اوف انديا من والد كارينا راندير كابور، إذ علق قائلا: كل من كارينا والطفل بخير، لم أقابل حفيدي حتى الآن ولكني تحدثت إلى ابنتي وأخبرتني أنها بخير والطفل بصحة جيدة، سعيد جدا ومتشوق لرؤية الصغير. كما هنأت الممثلة كاريشما كابور أختها عبر منشور نشرته على صفحتها على الانستغرام،
مرفق بصورة تجمعها بكارينا ووالدها في الطفولة، وعلقت قائلة: هذه أختي عندما كانت مولودة جديدة، والآن هي أم مرة أخرى. وأضافت: أنا متحمسة للغاية لرؤيتهما. لقد تفاجأ الجميع بخبر دخول إيزابيل كيف، شقيقة نجمة بوليوود كاترينا كيف، عالم بوليوود. إذ ستظهر الممثلة إيزابيل لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم سوسواغاتام مع النجم بولكيت سامرات. وفي مقابلة حديثة كشف بولكيت أن إيزابيل كانت من بين أكثر الأشخاص المجتهدين في التصوير، وأنه كان من دواعي سروره العمل معها. ولكن بعد إعلان الخبر انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض، منهم من شجع إيزابيل كيف وتمنى لها التوفيق، ومنهم من هاجمها واعتبرها نموذج من نماذج النجوم الذين اقتحموا عالم بوليوود عن طريق المحسوبية، وبأنها استخدمت موقع وشهرة كاترينا كيف من أجل الوصول إلى النجومية. भाई यहाँ पे देखिए अभी मैम, हाँ हाँ सेंटर में हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, आग लग जाएगी। एक सोलो सोलो कर देते हैं वापस।